رجعت لكم بعد الفاصل. شويت جزء من الكفته وصممت اني انا لازم اشوي بقيه الكفته قدامكم. انا باخد من السائل بتاع التتبيله وبعمل بيها قبل ما اشويها اهو. بصوا سخنوا الجريل قوي بس هدوا النار وما تخلوهاش تجمد من ناحيه واحده، يعني ما تسيبوهاش تستوي من جنب، مجرد بس تاخد علامه حاولوا تحركوها وافضلوا حركوا فيها من غير ما تتحرق هتستوي. لو سبتوها تجمد من جنب واحد هتبصوا تلاقوا ايه اللي هيحصل، هتلاقوها تفك عشان هتكش من فوق. شايفين اللحمه طلعت شكلها جميل ازاي؟ عشان برضو سويتها على الهادي، يعني انا طلعت الفاصل وفضلت عماله اقلب فيهم. بصراحه مش انا لوحدي اللي قعدت اقلب فيهم، انا وحبايب المصورين اللي موجودين معايا كلنا اتعاوننا. بصوا بقى هنا عشان اشوي خضار وفاكهه، انا نفس الجريل اللي شويت فيه اللحمه هعمل عليه، بس هعمل ايه؟ هجيب شويه عسل وعليهم شويه ميه دافيه بس عشان اخف بيهم العسل. بصوا الكفته افضل ايه احركها كده، بصوا خلوها تتحرك معاكم كده عشان ما تتحمرش من جنب واحد وتكش فتروح فكه. طول ما احنا بنحمرها كل شويه بنقلبها كل شويه مش هتفك، والنار تبقى هاديه. نسخن الجريل قوي ونهدي النار. انا هنا عملت ايه؟ حطيت العسل وحطيت عليهم شويه ميه، ده كل اللي عملته بس كده. وهحط رشه ملح ورشه فلفل اسود ومعلقتين زيت زيتون، وهلخبط فيهم فاكهتي وخضاري. وهشويهم ازاي بعد اللحمه عشان ياخدوا الريحه والطعم الجميل بتاعها. بس هقلب كده، هجيب بقى الخضار وهحطه اللي هيتشرب من الزيت هروح حطه. كنت همسكها بايدي وهغلط غلطه جامده اهو. وطماطم انا ممكن احط هنا جنب الكفته واقلب الكفته كده، ممكن احط حاجات جنب الكفته واحط بصل التفاح يا جماعه علشان اوريه لكم وما احطهوش هنا لحد ما اوريه لكم واقطعه، دهنته بليمون عشان ما يسودش. التفاح لازم يدهن بليمون. حط التفاح. كل حاجه هنعملها هنعملها في الزيت الاول ونحطها. بصوا الكفته عندي مش لازقه ازاي عشان انا عماله اقلب فيها، هتستوي وهي لونها فاتح من غير ما تتحروق. وادي الطماطم، ونحط برضو الجزر بيبقى جميل ومسكر. وادي بصل. هجيب بقى الخوخ برضو هعمله كده انصاص خوخ. بصوا الفاكهه اللي انتوا بتحبوها، شريحتين اناناس، يعني زي ما نحب الحاجه اللي بنحبها نعملها. هشيل بقى كل الكركبه دي من قدامي عشان اروق لكم الدنيا وتشوفوا. ومش هنسى الكفته، يعني هفضل اقلب فيها كل شويه. الطماطم هنا انا عايزاها ايه، ما تتلسوعش، يعني عايزاها تبقى يا دوب تلين شويه وتاخد الحراره. هجيب بقى الطبق هنا غسلت الطبق اللي انا كنت حاطه فيه الفاكهه عشان ما افضلش اسحب في اطباق، وانشفه. هو انا بشوي الفاكهه كده هو هعمل لكم ايه؟ الحاجات دي لازم يتقدم جنبها طحينه، فانا هعمل طحينه انا مسمياها طحينه فاخره علشان بحط معاها كاتشب وبحط معاها مايونيز وبحط معاها فلفل مشوي
وانا شويه وعامله بوري يعني. يقلب الفلفل شويه كده، انا مش عايزاهم يتشوا زي الحاجه اللي احنا بنشويها ونقشرها ونعملها بوريه، عايزاهم يا دوب يلينوا. هحط هنا الطحينه وهحط معاها معلقتين مايونيز وهقلب، وهحط معاها معلقه مستارده وهمسح ايدي بس واشوف اللي على النار. المجموعه دي انا هطلعها خلاص واحط مجموعه تانيه غيرها. انا عايزه الحاجه تفضل مصحصحه، عايزاها بس تاخد يعني كاننا بناكل خضار مقرمش، حاجات مقرمشه مش طريه خالص. هحط بقى الخوخ والاناناس واشيل بقى الطبق وامسح ايدي. وبصوا الكفتة على الهادي ازاي، على الهادي ما بتتحرقش. انا بقى هنا هجيب الملح همسح ايدي بس الاول. بصوا هحط ملح وكمون كمية حلوة، معلقة، وليمون. لازم مع الخل نحط ليمون على الطحينة عشان تطلع حلوة معانا، وخل وهقلب. وفلفل مشوي مع فص ثوم، فلفل مشوي ومهروس. بصوا بقى قد ايه سلطة عظيمة. عارفين انا كنت هعمل ايه دلوقتي؟ كنت هرمي البولة في الباسكت، مش عارفة ليه جالي احساس انها منديل. خلوا بالكم حوادث المطبخ دي لازم نخلي بالنا منها. اهو وانا بشوف وانا ببشر هنا بشوف الطحينه. طبعا هي كده ما خلصتش لسه، هنخففها بميه بس ميه بارده. ونقلب هنا الكفته كده خلاص. هنحطها مع بقيه اخواتها واصحابها. والبصل هنا كده هنخليه بقى يستوي على الهادي، نقلبه ونسيبه يستوي على الهادي هو والجزر. الاناناس ما بياخدش، نقلبه على طول. ومجرد ما اخد لون من جنب ممكن نروح ايه شايلينه، يعني كفايه اللون اللي اخده من جنبه واحد. والخوخ بصوا احنا مش عايزينه يفقد شكله، احنا عايزينه يا دوبك. انا كده بقى هطفي خلاص، انا عايزاه بس ياخد الحراره ديت على ما اعمل الطحينه. بصوا بقى المشويات سهله وخفيفه ازاي وفي بيتنا، ولا عندي ولا جبنا فحم ولا شوايه وقلنا عايزين نطلع في جنينه ولا فوق السطوح ولا اي حاجه. احنا زمان كنا بنشوي فوق السطوح بتاع بيتنا. ادي الطحينه عندي. بصوا الطحينه جميله ازاي عشان فيها الفلفل المشوي عامل زي كثافه كده فيها. هجيب بقى زيت زيتون او زيت عادي اللي انتوا بتحبوه. وهقلبها كده واسيبها مع نفسها شويه على ما اطلع بقيه مشوياتنا واحطها في الطبق. بصوا اللي هطلعه هحطه، هطلع طماطم هحطها هنا، هطلع خوخ هحطه كده،
احط واحده مقلوبه واحده معدوله. وادي الاناناس. احطه بين شرايح اللحمه. معلش بصلايه وقعت مننا، ما يجراش حاجه، عندنا غيرها، احنا عاملين حسابنا. وادي الطماطم برضو، ما ننساش وحدات التفاح. بصوا بقى، يبقى احنا بدل ما اكل العيد كله دسم دخلنا فيه الفواكه. الفواكه برضو بتساعد شويه يعني كده اهوت على ان اننا يدخل لنا فيتامينات، وبتساعد فيه يعني الاناناس بيساعد على الحرق، من الحاجات الجميله. الفلفل بقى الالوان دوت بجماله اللي خلقها لنا ربنا. حلو، بصوا بقى قد ايه طبقنا جميل. اغسل ايدي. وما حطيناش واحده جزر من اللي شويناها، نحط واحده جزر. وطبعا ما ننساش العيش مع المشويات، مع طبق المشويات الجميل ده. ايه رايكم فيه؟ دي كانت وصفاتي اللي عملتها لكم النهارده، يا رب تكون عجبتكم. انا نسيت احط الكاتشب على سلطه الطحينه فهحطه. ويا رب وصفاتي تكون عجبتكم. لو عجبتكم وصفاتي استنوني في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا، وما تنسوش بكره رابع يوم العيد لسه في وصفات كتير جميله. انا مستنياكم، وكل سنه وانتم طيبين.